يقول السائل: هل يجوز العمل في بلاد أوروبا؟ وهل يجوز الزواج منهم، أي أهل الكتاب؟ العمل إذا لم يجد عملا في بلاد المسلمين وهو مضطر، لاحظوا هذا، إذا لم يجد عملا في بلاد المسلمين وهو مضطر إلى العمل فلا بأس أن يعمل في بلاد الكفار بقدر ما يدفع حاجته وضرورته. والزواج من أهل الكتاب أباحه الله سبحانه وتعالى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن بشرط أن يكن محصنات. الله جل وعلا قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنات مراد بهن العفيفات عن الزنا، النزيهات في أعراضهن. أما المرأة السائبة التي لا تحفظ نفسها وتصاحب من تشاء وتخادن من تشاء كما هي عادة الكفار، هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، إنما يتزوجها إذا كانت محصنة، يعني عفيفة نزيهة في عرضها. نعم.